السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني متابعين قناة آل الدار، نحييكم من مهرجان الذيل للرطب. تعالوا مع بعض نتابع هذه المهرجان ونتابع أخواننا اللي زوار المهرجان مع بعض. حياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا متواجدين مهرجان الرطب، كذا مرة شاركنا في المهرجان وبصراحة وايد حلو المشاركة، وعندنا عطور ودخون كلها شغل بيت، الزيوت كلها بالبرع الدولة، الثبات ما شاء الله 24 ساعة، دخوننا وعطورنا كلها عربي وفرنسي. السلام عليكم. احنا شركة ندى الورد لتجارة العطور والبخور. عندنا هذا البخور، عندنا معمول، وعندنا البخور البيور العود، هذا كله مخمر يعني مو تجاري، كله صناعة شركتنا. وعندنا هذه العطور، عطور شمة عطر، عندنا هذا ترند يعني على أغنية عراقية، وN73 عندنا مسك، كل أنواع المسك عندنا، مسك بيور، عندنا لوشن بعد، هذا اللوشن درجة أولى،
وعندنا بي نوعين، وعندنا هذا اللوشن الثاني، وعندنا هاي العطور منتجاتنا. عندنا هذا اللبان اللي هو بالعنبر والزعفران، هذا كلش مطلوب، كثير من الناس يطلبوا من عندنا. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله. احنا طبعا انا لاكتوري كافيه مشاركه في مهرجان الرطب، مهرجان الذيد للرطب، ومشاركه في الموهيتو، مشروبات بارده وحاره، وفوفل بانكيك، مشروعي منزلي، طبعا مشروعي منزلي، وعندي شوكولات للشوكولات للمناسبات للاحتفالات، وطبعا وعندنا اكل وكل شيء. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، معكم احنا هنا مشاركين معرض الزيت للرطب، اسر منتجه، بنسوي دفون عطور مرشات، الحمد لله كل سنه بنسوي المعارض ما شاء الله تبارك الله، يعني ما في كلام ما شاء الله، وان شاء الله كل سنه مع بعض باذن الله. حياكم. مرحبا ابوي، انا موزه سعيد محمد، عندي رخصه الاعتماد، عندي المشاريع، وشارك في المهرجان، وشارك في المنتوجات الاسريه، ويسووا لنا معارض ما شاء الله، الحمد لله، الله يجزيهم خير يا ربي. وعندي المنتوجات، البهارات والاشارات والاكل والمخللات وكل شيء، الحمد لله، الله مالك الحمد، والله يجزيهم ويحفظهم يا ربي جميعا، والحمد لله، والله ان شاء الله يطول في اعمارهم اجمعين يا ربي. سوينا الاكل وسوينا مخللات وسوينا الاشار وسوينا كل شيء، الله يطول عمارهم ويحفظهم يا رب. معك عائشة عودي ام انس من فلسطين طبعا، وهي منتجات فلسطينية طبيعية، وخبرة 30 عام بالطب البديل، يعني زعتر، زيتون، زيت، لبنة، عسل، يعني شغلنا الأعشاب مثلا تنقيل الجسم من الرواسب، عناية بالبشرة والشعر والجسم، هاي خبرة 30 عام للأمراض المزمنة والمستعصية، في أعشاب، في صابون، في كريمات، في للمفاصل، للصدفية، لرائحة العرق، يعني كل هاي منتجاتي وشغلي أنا، والحمد لله يعني مفيدة للجميع. هاي الصوابين أنا بعملها بنكهات، يعني بالجريسالين، إشي بالحبة البركة، إشي بالزعفران، إشي بالكركم، إشي بالصبار، كل هاي للبشرة وللنضارة وتنظيم اللون يعني. السلام عليكم ورحمة الله، معاكم أم خالد لؤلؤة المحاشي، من المشاركين في مهرجان الزيت بشكل سنوي وبجميع مهرجانات الإمارات، وما شاء الله ما شاء الله كل سنة أحلى من اللي قبلها. أنا مشروعي منزلي، كله شغل إيدي، والحمد لله والشكر لله معروف أكلي في كل مكان بالإمارات، طبعا مشهورة بالمحاشي، وبعمل بوفيهات حق عزايم طلبات. بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم مشاركتنا في مهرجان الذيد للرطب للترويج عن جائزة الشيخ منصور بن زايد في دورة الثانية، واللي تنطلق إن شاء الله خلال شهر أغسطس القادم. طبعا الجائزة هي عبارة عن 4 فئات رئيسية، من ضمنها الشق الحيواني والشق النباتي، بجوائز عديدة، وكانت الدورة الأولى اللي هي انطلقت العام الماضي لاقت إقبال كبير من قبل المزارعين، ونحن اليوم نحث على وجودنا في المهرجان لحث المزارعين ومربي الثروة الحيوانية للمشاركة في الجائزة خلال الدورة الثانية، لتعريفهم أكثر وتمكينهم من الزراعة والشق الحيواني كمربين ثروة حيوانية للارتقاء والابتكار الزراعي والحيوان. في النهاية نشكر قناة أهل الدار والأستاذ الكبير الدكتور جاسم عبيد دبدوب الغني عن التعريف لأعطانا هالفرصة وفي المشاركة وإلقاء النظرة على هاي على القناة الطيبة. جزاكم الله خير ومشكورين ما قصرتم. بسم الله الرحمن الرحيم، كل الشكر والتقدير إلى اللجنة المنظمة في مرض الشارقة على تاح إلى فرصة اليوم متواجدين في مهرجان الذيت للرطب. ما شاء الله اليوم وجود كوكبة من النجوم والإعلاميين
والمواطنين والمقيمين في هذا المكان الجميل. اليوم شفنا يعني اشياء جديده، وبالعكس يعني نحن نشكر القائمين على يعني ما قدموه من نجاح. كل الشكر والتقدير الى قناه اهل الدار اللي متواجدين في تغطيتهم لهذا المهرجان الزيت للرطب. شكرا. مرحبا الساعة، كيف الحال؟ نحن اليوم في مهرجان الديد الدورة السابعة. تميز كل سنة، في تميز وتميز، إبداع زيادة في المنتوج من الموجودين هنا. نشكر الشيخ صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على هذه المهرجانات وعلى التكاتف الموجود في مدينة الديد أو المدن الموجودة في دولة الإمارات بشكل عام. ما شاء الله تبارك الرحمن، مثل ما تشوفون، تعال وطمش، شوف بس الانتاج، شوف الانتاج الفاخر كله في مزرعته ويايب انتاجه. السنه الجايه اللي يبغى يشارك من اليوم يرتب اموره، تبغي رطب، تبغي تمر، تبغي هنبه، انت بس خل منتوجك جاهز وتعال. مهرجان الديد يحتضنكم، وكل اماره الشارجه فيها مهرجانات، وكل مهرجان يقول لك بس تعال، تعال شارك عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا بشكر قناه اهل الدار المحترمه، وعلى راسها طبعا سعاده المستشار الدكتور جاسم الزعابي رئيس مجلس اداره قناه اهل الدار، والاستاذ محمد المصور. بصراحه دايما القناه الله يحفظها ويحفظ العاملين عليها، دايما متواجده دائما في الاماكن اللي لها هدف، يعني الله يحفظهم. دايما بنقول الصوره للمشاهد، الصوره الحقيقيه اللي بتوصل لي وانا قاعد في بيتي بجد، ان عشان اعرف ايه اللي بيحصل في دولة الإمارات الله يحفظها. اليوم احنا موجودين طبعا في مهرجان الزيد للرطب، طبعا الله يحفظهم ويحفظ القائمين عليهم، ويحفظ طبعا صاحب السمو الشيخ سلطان قاسمي الله يحفظه يا رب. بجد مهرجان حقيقي، بجد ناجح، مهرجان عظيم، وانا سعدت بوجودي في هذا المهرجان. انا معكم اخوكم زياد السيسي، مؤسس مبادرة دعم سياحة بلدك الإمارات. انا سعيد بجد بوجودي في هذا المكان الجميل وهذا المهرجان الجميل، وبشكر كل القائمين عليه، بشكر التنظيم، بشكر النجاح. وحقيقي بجد انا اكلت رطب اليوم، الرطب اللي اكلته اليوم بجد في المهرجان ما اكلته في حياتي ابدا ولا في اي دوله في العالم، مش مجامله. حقيقي بجد رطب الله يحفظهم ويحفظ اصحاب المزارع، حقيقي بجد شيء جميل وشيء طيب، وانا بحييهم على هذا المهرجان العظيم والنجاح ده، وربنا يوفقهم يا رب. وطبعا واكتر حاجه سعدت بها اليوم وجودي مع اخويا استاذ رشيد، طبعا بزنس مان، رجل اعمال جزائري كندي الله يحفظه، واخ عزيز وغالي. فطبعا انا بشكره طبعا لوجوده معانا اليوم، بشكر طبعا اختي الدكتوره فتيحه لوجودها برده معانا اليوم، طبعا هي دكتوره علاج طبيعي وحجامه الله يحفظها. بشكرهم بجد ان هم نوروني وشرفوني، جوهم معانا اليوم كضيوف، فانا طبعا سعيد جدا جدا بوجودهم معانا، وبقول لهم نورتوا وشرفتوا المهرجان، واهلا بكم في المهرجانات القادمه، وشكرا لكم. التي يتم من خلالها الإعلان عن الفائزين في هذه الأربع أيام، أربع أيام مشهودة، أربع أيام كانت حافلة بالتنافس وبالإنتاج الطيب وإظهار الارتباط الوثيق بهذه الشجرة المباركة والنخلة المرتبطة بالتأكيد بموروث دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا المهرجان الذي يأتي بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة،
وياتي ضمن التوجيهات السديده والرؤيه الساميه والنظره الثاقبه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم الوارد الشارقه حفظه الله ورعاه لدعم هذا المنتوج المحلي الوطني. بدايه ايها الساده الحضور نتشرف الان بدعوه سعاده الشيخ محمد معضد بن هويد الكتبي ليتفضل الى خشبه المسرح، كما ندعو سعاده جمال محمد بن هويد الكتبي عضو مجلس اداره غرفه تجاره وصناعه الشارقه، وسعاده محمد مصبح الطليجي المنسق العام لهذا المهرجان، كما ندعو الاستاذ راشد المهيب بن بخيت الكتبي رئيس لجنه الفرز والتقييم، وندعو الاستاذ ناصر سعيد الشمام الطليجي عضو لجنه الفرز والتقييم لتشريفنا الى خشبه المسرح للبدء في تكريم الفائزين في الفئات المتنوعه على مدى 3 أيام. نشكرهم بالتاكيد على كافه الجهود الطيبه التي قاموا بها، ونشكر كل الفئات وكل من شارك ونبارك لهم. الساده الحضور، سيتم الاعلان عن 3 فائزين في كل فئه، وسنبدا على التوالي من اليوم الاول. ندعو الساده الفائزين او من نوب عنهم ليتفضلوا الى خشبه المسرح لاستلام التكريم. نبدا مع اليوم الاول الذي شهد منافسه فئه الخنيزي المخصصه للامارات الشماليه. فئه الخنيزي من فئه الامارات الشماليه، ندعو الـ3 الفائزين ونبارك لصاحب المركز الاول، الف مبروك لسالم عبد الله محمد بن هاشم. الف مبروك سالم عبد الله محمد هاشم الفائز بالمركز الاول لفئه الخنيزي للامارات الشماليه. الف مبروك. ما عندك وعي. سالم سعيد سالم الخاصوني المركز الثاني. نقول الف مبروك لصاحب المركز الثالث لنفس الفئه في فئه الخنيزي للامارات الشماليه، المركز الثالث عبد الله راشد سعيد العبد المزروعي 16 فائزا اخر. الف مبروك لهم هذا الفوز. ننتقل الى فئه الخنيزي لامارتي ابو ظبي ودبي. ندعو اصحاب المراكز الثلاثه الاولى، الفائز بالمركز الاول الف مبروك الناموس فاطمه سعيد محمد العرياني. الفائز بالمركز الثاني لنفس الفئه فئه الخنيزي لامارتي ابو ظبي ودبي، الف مبروك الناموس لخميس حموده خميس العرياني. ألف مبروك لخميس حمودة خميس العرياني. الآن ندعو صاحب المركز الثالث ونقول له ألف مبروك الناموس. المركز الثالث ذياب علي مبارك سلطان العرياني. المركز الثالث ذياب علي مبارك سلطان العرياني. ألف مبروك. السادة الحضور، ننتقل الآن إلى تكريم مسابقة أكبر عذج. مسابقة أكبر عذج، الفائز بالمركز الأول. طبعا فئتين، فئة البرحي والخصاب، كذلك فئة أصناف أخرى. الفائز في فئة الأصناف الأخرى لأكبر عذج يقول ألف مبروك والناموس لسالم خلفان محمد النيادي. ناموس وألف مبروك سالم خلفان محمد النيادي أكبر. المركز الثاني نقول الناموس وألف مبروك لمحمد راشد محمد الصريدي. بيض الله وجوههم على هذه المشاركة وهذا الإنتاج الطيب. ألف مبروك لسلطان سعيد محمد سلطان العرياني المركز الثالث. ننتقل إلى مسابقة أكبر عذج لفئتي البرحي والخصاب. ألف مبروك الناموس المركز الأول سعيد حمودة خميس العرياني. سعيد حمودة خميس العرياني، تفضل أو من النوب عن الإسلام تكريم. تفضل تفضل، استاهل مشاركة مشرفة. ألف مبروك لكم جميعا هذا المستوى. سعيد حمود خميس العرياني. الفائز بالمركز الثاني لفئة أكبر عذج لفئتي البرحي والخصاب الناموس وألف مبروك ليابر سلطان سعيد بطي الشامسي. المركز الثالث، ننتقل مباشرة للمركز الثالث لنفس الفئة ونقول الناموس وألف مبروك لراشد بطي ميثان الشامسي. الآن ننتقل إلى مسابقة فئة الإخلاص المزاين، فئة الإخلاص المخصص لإمارتي أبو ظبي ودبي. نقول الناموس وألف مبروك للفائز بالمركز الأول لهذه الفئة عبد الله مبارك حميد عي الشامسي. ناموس
وهذا الانجاز الطيب، وشكرا على المشاركه المشرفه. مبروك الفائز بالمركز الثاني لفئه الخلاص لاماراتي ابو ظبي ودبي. نقول الناموس والف مبروك لصاحب المركز الثاني سعيد راشد علي مفتاح الشامسي. الان كذلك ننتقل الى تكريم خاص من غرفه تجاره وصناعه الشارقه واللجنه العليا المنظمه لمهرجان الضيف للوطن لشخصيات كانت لها بصمه مهمه في هذا المهرجان وقدمت دعم كبير ومشاركه مميزه. تكريم الان الداعمين لهذا المهرجان، تكريم من غرفه تجاره وصناعه الشارقه واللجنه العليا المنظمه لمهرجان الضيف للوطن للشخصيات الداعمه للمهرجان هذا السنه. طبعا ندعو في البدايه شخصيه لها بصمه بالتاكيد في هذا المهرجان وشرفنا بحضوره ومشاركته ودعمه الكبير. التكريم الان لسعاده خلفان سعيد المري رئيس مجلس صاحبه الخالديه. تفضل. مبروك. شكرا لك يا ابو سعيد. شكرا سعادتك. شكرا جزيلا لسعادة خلفان سعيد المري رئيس مجلس صلاحية الخالدية. تكريم الان من سعادة خلفان المري رئيس مجلس صلاحية الخالدية لسعادة محمد احمد امين العوضي المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة نائب رئيس اللجنة العليا للمنظمة. وتفضل الاستاذ محمد الكرمكي باستلام التكريم بالنيابة عنه. التكريم الان لسعادة محمد مصطفى القنيجي المنسق العام لمهرجان الضيف للرباط. تحية مستحقة لسعادة مصطفى والجمهور والمشاركين استاهل على تكريم من قبل سعادة خلفان سعيد المري. ألف مبروك محمد مصطفى القنيجي المنسق العام. كذلك تكريم الآن لسعادة حمد راشد القنيجي مدير بلدية مدينة الديل. ألف مبروك. مشاركة مشاركة كذلك من بلدية مدينة الديل. واستمرار لوسيلة التقدم والازدهار في مدينة الديل. التكريم الآن استاذ الحضور لسعادة سعيد راشد بن فاضل الكتبي مدير قناة الوسطى من الديل. يتفضل راشد باستلام التكريم. شكرا على الجهود كذلك الجهود الإعلامية لتغطية كل جزئية وكل حدث وكل فعالية في مهرجان الجيزة بالضبط وتغطية مباشرة بشكل يومي على الهواء مباشرة عبر قناة الوسطى من البيت. كذلك السادة الحضور الآن نشهد تكريم أحد الشخصيات اللي شرفت المهرجان في هذه الأمسية الجميلة وتفضل كذلك وتكرم بالمشاركة في تكريم الفائزين وتشجيعهم. تكريم الآن من سعادة خلفان سعيد المري رئيس مجلس صلاحية الخالدية للشيخ محمد بن معضب بن هويدن الكتبي. يشرفنا إلى فضيلة المشرح الشيخ محمد بن معضب بن هويدن الكتبي واستلام التكريم. شكرا جزيلا على الحضور وهذا التشريف. طبعا تكريم يشمل كل الداعمين وكل القائمين وكل المساهمين في انجاح مهرجان الضيف للوطن. تكريم لسعادة خلفان المري رئيس مجلس صلاحية الخالدية. استمر التكريم الان لسعادة للسيد راشد المهيب بن مخيط الكتبي رئيس لجنة الفرز والتعليم. فأبو عبد الله شكرا ورضا عليك ابو عبد الله وشكرا على هذا المجهود. السيد راشد المهيب بن مخيط الكتبي رئيس لجنة الفرز والتعليم مهمة شاقة طبعا وقعت على عاتقه وكان كفءا لها. شكرا على هذا المجهود الطيب. شكرا على بياض الوجه. شكرا على ارضاء كل المشاركين وكل المتنافسين واظهار المنتوج الطيب للمنطقه الوسطى ولدوله الامارات. شكرا راشد الهيب بن خليفه الكتبي. التكريم الان للسيد خليفه راشد بن حمود القنيجي رئيس مجلس الفعاليات والمسرح. يتفضل براشد السيد خليفه راشد بن حمود القنيجي احد الوجوه البارزه كذلك في وزيره الدين وخير من يمثل تراث الدين ورمزيه وجمال مخيمها. شكرا. التكريم الان للسيد محمد احمد الدرمكي رئيس لجنه التنسيق والمتابعه. شكرا جزيلا تحيه يستاهل
السيد محمد أحمد الدرمكي رئيس لجنة التنسيق والمتابعة، شكرا جزيلا على الجهود الطيبة. التكريم الآن للسيد محمد راشد بن تميم الكتبي الإعلامي المميز والمصور المبدع محمد راشد بن تميم الكتبي صاحب العطاءات الجميلة والتقديرات المميزة. الآن التكريم للسيدة هنادي إبراهيم أحمد من لجنة التنسيق. تفضل أستاذ هنادي، شكرا لك على جهودك وشكرا على المشاركة الدائمة. تفضلي الأستاذة هنادي إبراهيم أحمد من لجنة التنسيق في مهرجان البيت للرطب. طب سعيد المري رئيس مجلس ناحية الخالدية ومقدمة من مجلس ناحية الخالدية وهي المزاد الخيري. المزاد الخيري المقام في ختام مهرجان البيت للرطب بالتأكيد هو بالرعاية وتنظيم مجلس ناحية الخالدية والتعاون مع اللجنة المراقبة لمهرجان البيت للرطب، ويأتي منه الأطراف الإنسانية. هذا المزاد سيتم من خلاله عرض المخاريف الفائزة في هذا اليوم الختامي، المخاريف الفائزة في فئة النخبة لهذا اليوم الفائزة بالمراكز الأولى وهي نخبة النخبة، سيتم عرضها للمزاد والمزايد العلمية من أصحاب الخير ومن المشاركين والمساهمين. نشهد هذا المزاد كمسك ختام المهرجان بيت الرطب ونشكر مجلس ناحية الخالدية وسعادة الشيخ على هذه المبادرة. سيتم عرض المخاريف الفائزة للمركز الأول والمراكز الأولى لفئة النخبة في هذا اليوم، والمزايد عليها بالمزار المفتوح بالتأكيد منوه برمزية جميلة لهذا المزار، وهو أن ريع هذا المزار سيتم تخصيصه لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. شكرا أصدقائي، ونشوفكم إن شاء الله مرة ثانية في مهرجان الزيد للرطب.